السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة ويوم جديد من كلام في الطب. النهاردة زي ما عودناكم دايما الحلقة هتكون مميزة بضيوفنا المميزين وبالكلام اللي هنتكلم فيه كمان وبالمنتج اللي هيكون معانا إن شاء الله على مدار الحلقة. دايما كنا دايما بنقول العقل السليم في الجسم السليم، ودايما لازم التغذية تكون سليمة وننوع مصادر تغذيتنا، ودايما واحنا صغيرين يقولوا الأكل ما تاكلوش حاجة واحدة، لازم الأكل يبقى فيه فيتامين، فيه معادن، فيه بروتين، فيه كربوهيدرات، فيه دهون وعناصر الغذائية الأساسية، وكمان درسناها في المدرسة وقالوا إن التغذية دي مهمة جدا عشان الجسم يبقى نشيط ويبقى قوي، وعشان البشرة والجلد والشعر وعشان العظام وتكوين الخلايا وحاجات تانية كتير. طيب هل التغذية لما بتكون مش تغذية سليمة، الإنسان ما بيتغذاش تغذية سليمة على مدار عمره حتى لما كبر، هل ده بيبقى له علاقة بموضوع تأخر الإنجاب وضعف الخصوبة عند الرجال وكده؟ ممكن حد يسمعني يقول لي إيه الكلام اللي أنت بتقوليه ده، تغذية إيه وتأخر إنجاب إيه وضعف خصوبة إيه عند الرجال؟ لكن هي دي الحقيقة، لأن قالوا إن أكتر من حوالي 2/3 حالات تأخر الإنجاب لما بيكون فيها السبب راجل بيبقى السبب في ضعف الخصوبة. يعني إيه ضعف الخصوبة؟ يعني ضعف حيوانات المنوية في حركاتها وفي عددها وبتبقى أقل نشاط وأقل حيوية، ودي مشاكل وفي تكوينها، ودي مشاكل أساسية ليها علاقة بالتغذية وبالأكل اللي إحنا بناكله. طيب حد يقول لي هل أنا، طب أنت عايزة تقولي لنا كده إن إحنا هل في منتج معين أو حاجة معينة ممكن أكون أخدها يبقى فيها تنوع في مصادر الغذاء، بتزود لي الخصوبه، بتعالج لي مشاكل ضعف الحيوانات المنويه، بتعالج لي مشكله الرغبه، هل في منتج يبقى فيه كل المكونات الفيتامين والمعادن والحاجات اللي انت بتقولي عليها ديت، هل في مكمل غذائي كده؟ ده اللي احنا هنعرفه على مدار الحلقه، ان فعلا اللي هيقعد معايا وهيعرف في منتج في كل الكلام اللي انا بقوله، يبقى في مكمل غذائي وفي حاجات وعناصر غذائيه سليمه وعناصر غذائيه قويه هتساعد تقويه الخصوبه عند الراجل وهتساعده في موضوع تاخر الانجاب وتحل المشكله، حتى لو احنا شايفينها ممكن في حاجات بيبقى مشكله صعبه بس حلها بيكون بسيط. ما لقيناش احسن من نتكلم عن حاجه في الموضوع ده، عن التغذيه وعن ازاي ناكل صح وازاي ده علاقته بموضوع تاخر الانجاب، غير نجم في مجال واكيد كلكم هتعرفوه لما انا اقدمه، الدكتور احمد مشعل استشاري التغذيه العلاجيه والمستشار العلمي والطبي لمؤسسه الصبا والجمال. نرحب بيه الاول. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا، غني عن التعريف ونورتنا وشرفتنا يا دكتور. يمكن ناس كتير بيشوفوك طبعا في التلفزيون وفي الحاجات، بنتكلمنا كتير عن التغذيه العلاجيه وعن السمنه وعن النحافه وكده، هو طبعا له علاقه، انا المقدمه المفروض وحضرتك طبعا من خلال كلامك هنربطه باللي معانا وبالسبرم بروب بالمنتج اللي معانا. في الاول يا دكتور حابب تقول لنا لو ناس تقول لك ايه ضعف الخصوبه عند الراجل، لو في تعريف له علمي انت ممكن تقول عليه واسباب بقى بشكل علميه بقى حتى مبسطه. ضعف الخصوبه عند الراجل هي الحقيقه مشكله مرتبطه بالتغذيه ومرتبطه بالتغذيه ارتباط قوي جدا، لكن خلينا نقول يعني ايه ضعف خصوبه. ضعف الخصوبه في المعتاد هو بيكون يا اما قله في عدد الحيوانات المنويه، نلاقي ان عدد الحيوانات المنويه اذا تم عمل التحليل بتاع الحيوانات المنويه نلاقي ان العدد غير كافي لحدوث عمليه التلقيح اللي هو بيكون اقل من 15 مليون في كل سنتيمتر مكعب، او ان يكون الحيوانات المنويه مش موجوده، وده بيحصل في 2% من الحالات ان احنا بنلاقي ان الحيوانات المنويه صفر. الحيوانات المنويه قد تكون فيها شويه تشوه، راس الحيوان المنوي مشوه او الديل مشقوق 2، طبعا التشوهات دي بتكون برضو نتيجه سوء التغذيه وضعف التغذيه، او انه الشخص ده بيتعاطى مجموعه من الادويه. خلينا نقول الاسباب على بعضها في الاخر. بالزبط. كمان جايز يحصل انه القلويه او الحامضيه بتاعه السائل المنوي زايده عن اللزوم، فبيكون الحيوان ميت ما فيهوش قدره على التلقيح. واخيرا طبعا ان السائل المنوي تكون اللزوجه بتاعته مش مظبوط. طبعا ده التغذيه والسوائل ان احنا بنحصل على الفيتامينات بتاعتنا بتظبط كل هذه المواضيع. طيب الاسباب بقى لو نجملها كده سريعا، لو احنا اتكلمنا عن الاسباب خلينا نقول ان من اهم الاسباب المتلازمات الطبيه اللي فيها ارتباط بالتغذيه زي السكر. السكر بيعمل التهاب في الاعصاب، فبيحصل شويه التهابات في الاعصاب الطرفيه، فبنلاقي ضعف في الرغبه او عدم احساس او ضعف في الانتصاب او ضعف في تدفق السائل، تضعف في تدفق الدوره الدمويه للاعضاء التناسليه. السمنه برضو مرتبطه جدا لان بيحصل تراكم للدهون على منطقه البروستاتا، فبتؤدي الى ضعف في تغذيه وانتاج الحيوانات المنويه. طبعا السمنه بتؤدي الى ارتفاع درجه حراره الخصيتين، فده بيخلي الحيوانات المنويه تموت، يعني ما بيبقاش الانتاج بتاعها سليم، بيحصل فقد ضخم جدا في كميه الحيوانات المنويه. يعني ايه بتحصل ارتفاع في درجه الحراره مع السمنه؟ يعني نلاقي
ان منطقة الفخذين بتبقى مليانة شوية، فبيحصل ضغط على المصنع بتاع الحيوانات المنوية، فبالتالي بيحصل ارتفاع في درجة الحرارة، وبالتالي بيحصل فقد فيه كمية ضخمة جدا، بتموت فعلا. الارهاق، الناس اللي بتشتغل كتير طول اليوم ما بيحصلوش على تغذية كافية، شغله عدد ساعات طويل، واحنا بنلاقي الكلام ده كتير. تلاقي حد يقول لك والله يا دكتور انا ما بروحش البيت، بخرج من البيت الساعة 10 الصبح برجع البيت الساعة 12 بالليل، الراجل ده بيشتغل 14 ساعة اجهاد طول الوقت، يحصل له فقد في الرغبة، يحصل له ضعف في التغذية العامة بتاعت جسمه، وبالتالي اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل انه ده بينعكس بالسلب على كل وظائف الجسم، ومن ضمنها الحيوانات المنوية وانتاج الحيوانات المنوية وضعف الخصوبة وتغذية السائل المنوي والتدخين طبعا يا دكتور، والتدخين والمخدرات. التدخين والمخدرات، كمان تناول الأدوية بدون استشارة الطبيب. الناس اللي هي عمالة تسف حبوب وتبلبع بلبع بلبع ويقولك معلش أنا مصدع هاخد قرصين مش عارف، أنا كل هذا الكلام يؤدي إلى مشاكل في السائل المنوي ومشاكل في شكل الحيوان المنوي نفسه، بيحصل له تشوه. الناس اللي ما بتنوعش مصادر التغذية يا أستاذ النهلة زي ما حضرتك قلتي في المقدمة، واحد طول كل التغذية بتاعته نشويات، زي ما انا على فكره بشوف اطفال بالمنظر ده، زي ما انت قلت التغذيه من الصغر، تلاقي واحد طفل مدملك كده وجميل وبطايه كده حلو لطيف، ومامته جايباه عايز يخس، تقول اعمل له برنامج تغذيه، يقول له طب اكتب لك ايه يا حبيبي؟ انت عارفه طبعا لازم الطفل وانت او الشاب لا معامله خاصه مختلفه طبعا، لازم نديله الحاجه اللي هو بيحبها، يقول لك كشري. يا ابني انت فقري ليه بس الكشري؟ مش فارق كده الكشري وحش، بالعكس ده فيه كميه فيتامينات حلوه في العدس وكذا، ولكن يجب تنويع مصادر التغذيه، ويجب ان احنا نحافظ على ده من واحنا صغيرين زي ما حضرتك قلتي كده، لانه تنويع مصادر الغذاء ان كان من البقول اللي بيبقى فيها الزنك زي ما هنشوف بعد شويه، الى اللحوم والالبان والعسل وكل هذه المكونات الغذائيه اذا اجتمعت في برنامج واحد تؤدي الى نجاح عمليه النمو والحفاظ على الصحه العامه، وبالتالي الحفاظ على صحه الحيوانات المنويه وانتاج الحيوانات. احنا ليه بقى بنقول كده يا دكتور؟ لان اللي بيسمعنا يقول انت التغذيه دي ما لها في قوه نشاط الجسم وفي التقويه وفي النشاط وفي الحركه وفي الشكل وفي لا يا جماعه، ده له علاقه بالخصوبه، له علاقه بالحيوانات المنويه، له علاقه بالانجاب، ليه علاقه بكل حاجه. هو يعني من زمن الزمن بالرغبة، مش احنا قلنا ان الجزر بيقوي النظر؟ مش كده؟ ايه علاقة الجزر بالنظر؟ الكاروتين اللي موجود في الجزر صح؟ طب احنا لما نيجي نقول والله ده السمك بيبقى فيه حاجة زي السيلينيوم والحبوب فيها حاجة زي الزنك وده بيقوي الحيوانات المنوية، ما تصدقينيش؟ هتصدقيني طبعا. يبقى كل ما هو غذائي يجب ان يرتبط بوظائف الجسم، لان احنا بنحصل على البروتينات والفيتامينز اللازمة للعمليات الحيوية في جسمنا اجمالا من البروتين والدهون والفيتامينات والاحماض الامينيه من الغذاء بتاعنا. خلينا بقى نتكلم النهارده عن موضوع الخصوبه والمنتج اللي هو سبيرم برو وعلاقته، لان هو في مواد مكونه مكملات غذائيه او مواد موجوده في الاكل احنا محتاجين، احنا ممكن يعني اللي حصل ممكن نتداركه. متهيألي وحضرتك هتقول دلوقتي ان في امل، مش الموضوع ما انتهاش خلاص، لو انا حد ما اتغذاش من الصغر وعنده مشكله في حيوانات منويه ولا لا، مفيش حاجه ما فيهاش امل، ده اللي عايزين ناكد عليه. حتى في اصعب الحالات، ويمكن احنا كنا بنقول قبل الهوا مفيش حاجه اسمها مفيش امل، هو الحكايه كلها بتبقى اراده ربنا وهبه ربنا، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيهبنا الصحه وهو اللي بيهبنا الشفاء، وكل اللي احنا بنجتهد فيه وان احنا بنعمله مجموعه من مئات العلماء وابحاث علميه اشرفت على انتاج السبيرم برو، ورجعنا رحنا مصانع كبيره علشان ننتج هذا السبيرم برو، كان تحت اشراف كل الابحاث اللي اتعملت دي مجرد اجتهاد علشان نكون السبب القوي في شفاء المرض. طيب لو نتكلم عن اول عنصر من العناصر قبل ما ناخد التليفون اللي معانا، عايزين نتكلم، هو في عناصر كتيره جدا طبعا ما شاء الله موجوده في الطبيعه طبعا بشكل او باخر وموجوده في المنتج، فتبدا بقى حضرتك تكلمنا عن ايه اهم عنصر من رايك؟ لا هنقولهم كلهم مره واحده وبعدين ناخدهم واحد واحد، ولا ناخدهم عشان واحد واحد؟ طب نقولهم مره واحده وبعد كده ناخد هناء. طب ما ناخد هناء الاول بدل ما نقطع نفسنا. على السلام عليكم. عليكم السلام، ازاي حضرتك؟ الحمد لله. اتفضلي معاكي الدكتور. ايوه انا دلوقتي متجوزه بقالي 5 سنين ويعني مفيش نصيب، مش عارف احمل دلوقتي الحيوانات المنويه بتاعته بتطلع وبتنزل يعني قليله ما بتعديش 3 مليون ساعات 2 مليون فاهماني حضرتك، وخدت حاجات كتير يعني خدت اعشاب كتير وخدت حاجات كتير وتعالجت برضه كتير.
هو المشكله عندك انت ضعف التبويض ولا هو عنده قله عدد الحيوانات المنويه؟ قله عدد الحيوانات، هي عنده ممكن تقعد شويه، مليون 2 مليون 3 مليون ما بتطلعش تاني خالص. طيب وزنه قد ايه؟ انا مش عارفه اعمل ايه يعني. هل هو عنده مرض الحجر مزمن؟ الحجر المجهري قالوا لي لازم الحيوانات المنويه تبقى مظبوطه عنده، هو ما بيقدرش. هناء معلش، هو وزنه، الدكتور بيسالك وزنه قد ايه وعنده امراض مزمنه لا قدر الله، ضغط او سكر او كده؟ لا لا ما عندوش حاجه. وزنه قد ايه؟ طيب دي اهم حاجه. لا وزنه حلو. حلو كام؟ مش عارفه. حلو. لا لا مش يعني جسمه معتدل. جسمه معتدل. طيب طيب يا هناء انا متشكر قوي، يا رب ان شاء الله يرزقك يا رب. احنا بنسال حلو ليه؟ لان ممكن في ناس مش عارفه، ممكن حد من وجهه نظر حضرتك كاستاذ تغذيه وخبير في الموضوع ده ممكن يبقى مليان شويه ومؤثر عليه، بس هو وجهه نظر يعني احنا دايما بنقول لا وزنه مش تخين، هي النقطه المشكله في كده يعني. خلينا نقول بقى ان ده حاله من ضمن الحالات اللي احنا بنقول عليها قله عدد الحيوانات المنويه. صح. هو اكملنا هناء، مش ملمه بالقصه قوي يعني. احنا كان المفروض لو هي ملمه بالقصه تحكي لنا لو هو في عنده مشكله اخرى غير قله يعني، هل في تشوهات، هل في كذا. لكن خلينا نقول ان حتى لو في تشوهات او ان في مشكله في لزوجه السائل او ان في مشكله في اخرى كحامضيه او القلويه بتاعه السائل المنوي، احنا هنلاقي كل هذا العلاج في السبيرم برو. ليه بقى؟ علشان انا اهو شفت احنا دلوقتي هنطبق على على العمل. السبيرم برو فيه الزنك وفي سيلينيوم وفي الارجينين وفي الكارنيتين وفيتامين اي والجينكو بايلوبا والجينسنج وطبعا فيتامين بي. كل واحد من اعضاء الاسره دي ليه مهمه بيعملها علشان نطلع المعادله دي تطلع لنا في النهايه سبب شفاء حيوان منوي قوي. وفي على فكره او زياده انتاج عدد الحيوانات المنويه بالزبط. او زياده سرعه الحيوانات المنويه اذا كانت الحركه بطيئه، او انتاج حيوانات منويه مكتمله الصحه اذا كان الحيوان المنوي يعاني من تشوه او اذا كان ميت. طيب الزنك ده احنا بنلاقيه موجود في الالبان وموجود في الحبوب زي البسله زي الفاصوليا الخضراء، يعني موجود في حاجات سهلة خالص وفي متناول الإيد. لكن الزنك كفيتامين احنا محتاجين منه في اليوم تقريبا حوالي من 50 إلى 100 ميلي جرام. صعب قوي انك انت تقعدي تاكلي بسلة طول اليوم علشان تدخلي 100 ميلي جرام، او تاكليها كل يوم حتى. لا صعب، ما حدش هيقدر ياكل بسلة كل يوم علشان ناخد الزنك. الزنك اهميته ايه؟ الزنك اهميته انه هو يعتبر من المنشطات بتاعت الرغبه، ده رقم واحد. رقم اتنين، من المغذيات القويه جدا لانتاج الحيوانات المنويه. رقم ثلاثة، هو فيتامين رئيسي لانتاج السائل المنوي اللي هو بيخرج من البروستاتا، بحيث ان السائل المنوي ده بيغذي الحيوانات المنويه وبيشتغل كميديا توصل لغايه الطلق. كميديا يعني كطريق الحيوانات المنويه تستخدم ناقل بالظبط، بحيث ان الحيوانات المنويه تمشي فيه لغايه البويضه بحيث انه يحصل التلقيح. صح. طيب احنا قلنا احنا بنلاقي الزنك فين وقلنا اهميته ايه. السيلينيوم وطبعا موجود في المنتج بنسبه فعاله ومطلوبه. احنا قلنا المنتج العناصر اللي موجوده في التركيبه اللي هي الفورمولا او اللي هي الاسره اللي اجتمعت مع بعضيها عشان في النهايه تطلع لنا حيوان منوي كامل الصحه وتغذيه سليمه تطلع قدر على تلقيح البويضه. رقم اثنين السيلينيوم. السيلينيوم ده من مضادات الاكسده. السيلينيوم من الحاجات الظريفة جدا اللي بتزود الرغبة، بتحسن الإمداد الدموي للأعضاء التناسلية. رقم 4، من الحاجات الممتازة لإنتاج الحيوانات المنوية وتغذية أمهات الحيوانات المنوية في الخصية وفي البروستاتا، طبعا إنتاج السائل المنوي. طيب بنلاقي السيلينيوم فين؟ غالبا ما بيكون في اللحوم. أنا أول مرة بصراحة أسمع عن المعدن ده أو المكون ده. يا شيخة ده مهم جدا لكل البنات، لأن السيلينيوم مضاد للأكسدة، ممتاز للجلد والبشرة والشعر، حاجة مهمة للغاية. يعني إحنا اللي كنت عايز أقوله من البداية وحضرتك بتتكلمي، إن ده مش مجرد إنه السبيرم برو ما هواش مجرد شيء لعلاج ضعف الخصوبة، ده فيتامين ومكمل غذائي عام يعني للصحة العامة ولعدم الشعور بالإرهاق ولا زيادة الرغبة ولتغذية الحيوانات المنوية، تحسين المزاج وتحسين الحالة النفسية وضد الضغط النفسي، لأنه خدي بالك بيحصل ضغط نفسي إذا قلت التغذية.
بدليل ان اللي بيبقى عنده نقص في مجموعه من العناصر الغذائيه يعاني من اكتئاب نفسي. اللي بيعمل دايت معين بيعمل له اكتئاب. اللي بيعمل دايت بيحصل له اكتئاب. كيميكال دايت بالذات اللي بيعمل الكيميكال دايت بيحصل له اكتئاب. يبقى ده نتيجه ضعف التغذيه، برضو بيحصل نقص في المزاج او ضعف المزاج ما بيبقاش كويس. طيب اذا حصل ان المزاج مش كويس، هل احنا متوقعين ان هذا يحصل رغبه او كذا؟ لا مستحيل. ان تكون علاقه ولن يكون هناك انجاب بالاصل. الله يفتح عليك، هو ده بالزبط. طيب رقم، احنا قلنا رقم 2 السيلينيوم، تعال نشوف ال ارجينين. ال ارجينين ده من الحاجات المهمه جدا علشان تنشيط الدوره الدمويه في الجسم كله. رقم 2 انتاج الطاقه، رقم 3 تغذيه الحيوانات المنويه، ومسؤوليه كامله على فكره. ده ال ارجينين ده سحر مهم جدا جدا. فين يا دكتور لو حد عاوز يقول لك اكل ايه؟ عشان يا ريت ناكل نص عجل كل يوم، بسيط بس موجود في اللحوم الحمراء. أيوة. ولكن أيوة. يعني انا عايزه كنت اجل النقطه، بس خليني اقول انه احنا لو اخذنا الحاجه في صورتها البدائيه يا استاذه نهلة، احنا في اللحوم ليها فوائد، وهناخد منها بي 12 اللي هنقوله بعد شويه، وهناخد منها ال كارنيتين اللي هنقوله بعد شويه، وال ال ارجينين، ولكن زيادتها ما هو بيسبب النقرس، فالنقرس يرفع حموضيه السائل المنوي، فبالتالي مش هيكون لي الفايده اللي احنا عايزينها. علشان اخد من ال ال ارجينين الكميه اللي انا محتاجه اللي هي تقريبا 30 مايكروجرام، ما هواش حاجه سهله انك انت تطلعها. هناخدها من كميه لحمه كبيره قوي قوي. يعني مثلا حد ياخد فخده يقعد ياكل فخده زي الكفار كده في الافلام. في الافلام طبعا ده كلام مش مظبوط وغير منطقي، عشان هبوظ حاجات تانية كتيره اصلا، مش هستفاد. هنزود الكوليسترول. ما هو اصل اللحوم فيها دهون. طيب خلينا ناجل النقطه بتاعت انا ليه ما اقدرش اخد من الصوره الطبيعيه، وليه انا بقول الصوره الطبيعيه اصلا من للمنتج للحاجه شويه لغايه اما اخلص العناصر العناصر بتاعتي. تمام. طيب احنا قلنا الزنك والسيلينيوم والال ارجينين، تعالى نتكلم عن ال كارنيتين. ال كارنيتين هو مسؤول عن تحويل الدهون الى طاقه بتغذي العضلات والبروتينات وقيام العمليات الحيويه في جسمنا. يعني لما اخد ال كارنيتين انا بالتالي بحول الدهون الى عمله الطاقه اللي هي الاي تي بي او الادينوزين ترايفوسفيد، ده اللي بيروح على الخصية وبيتحول هناك الى بروتينات بتغذي الحيوانات المنوية وبتدي الحيوانات المنوية الطاقة ان هي تمشي في السائل المنوي توصل للبويضة وتحصل عملية التلقيح. خلاص، يبقى الـ الكارنيتين من اهم واخطر العناصر اللي موجودة في السبرم برو. يبقى انا دلوقتي قلت اذا عندي ضعف رغبة هنتعالج، اذا حصل انه في ضعف في السائل المنوي او قلة في السائل المنوي اللي هو لازم يكون من سنتي ونص الى من ملي ونص الى 2 ملي تقريبا. خلاص طبعا ازيد احسن، لكن الطبيعي بتاعنا انه حجم السائل لازم يكون من ملي ونص الى 2 ملي او 3 ملي. طيب رقم 3 احنا قلنا ان احنا هنغذي البروتينات رقم بالبروتينات الخصيه بحيث ان هي يحصل تغذيه للحيوانات المنويه وانتاج الحيوانات المنويه. رقم 4 تعال نتكلم عن البي 12. البي 12 من الحاجات الهامه للعضلات بتاعت الجسم كله، وبالتالي العضلات الرخوه زي عضلات الاعضاء التناسليه، ودي اللي هي بيحصل لها تدفق للدم فبتحصل عمليه الانتصاب بيقوي عمليه الانتصاب. البي 12 بيقوي عمليه الانتصاب وعمليات التغذيه. هو اللي موجود في سبيرم برو، وده موجود في سبيرم برو مظبوط. خلاص الجينسينج. الجينسينج ده عشبه ممتازه جدا طبعا، ده مش هقول لكم ان هو موجود في مصادر تغذيه بقى، لان الجينسينج اصلا هو عشبه في حد ذاته، مش هينفع مش موجود في الاكل. ده مش موجود في الاكل لانه عشبه. طيب ممكن مش في مصر كمان. هو الحقيقه احنا عندنا نوعين من الجينسينج، الجينسينج الكوري والجينسينج الصيني، وكلاهما بيجي من بره مصر. خلاص ارجوكم ما تنسقش في العطار اللي بيعمل قرطاس جينسينج، لانه ما فيش حاجه اسمها قرطاس جينسينج، وانا حاطط لك رشه كده من الكلام ده كله كلام فاضي. كلام فاضي. الجينسينج هو علبه مرتفعه القيمه، يعني عشبه مرتفعه القيمه غاليه التكلفه. خلاص يعني لما حد يجي يقول لك انا هديك قرطاس جينسنج ب 100 جنيه ما تصدقوش، عشان يقوي الرغبه الجنسيه او يعالج مشاكل في الانتصاب او الحيوانات المنويه. لا مش 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 هيبقى دقيق في الكلام. الكلام ده خالص. مفيش. دي حاجات غاليه جدا. ولما بنخجبها علشان مستحضر طبي بيبقى موضوع كمستحضر مختلف. طبي بتبقى اكثر ارتفاعا ونقية. في القيمه وطبعا النقاء بتاعها بيبقى مختلف. المفروض مضمون. الجينسنج احنا قلنا ان هو مهم علشان الرغبه زي ما حضرتك قلتي كده، مهم علشان عمليه الانتصاب. ده في ابحاث كتير اتعملت في الفتره اللي فاتت بتقارن بين تاثيره وتاثير المنشطات المعروفه زي المنشطات اللي فيها سلدينافيل وما الى هذا، لقوا ان الجينسنج اكثر تاثيرا في عمليه الانتصاب والرغبه.
اللي هو موجود في الاي سبيرم برو بالنسب اللي هو هي المطلوبه، النسبه التغذيه المطلوبه كمغذي عام وكمالتي فيتامين عام لعلاج كل المشاكل اللي احنا كنا بنقول. لسه في حاجات تانية في الموضوع؟ امال الجينكو بايلوبا بقى، وده مهم قوي. طب ناخد امال. ناخد امال. الو السلام عليكم. عليكم السلام، لو سمحت عايزه اكلم الدكتور. اتفضلي. معاك الدكتور احمد، اتفضلي يا حبيبتي. ازيك يا دكتور احمد؟ اهلا بيكي. حضرتك يا فندم، انا متجوزه بقالي اكتر من 9 سنين، وحصل حمل مره واحده ربنا كرمني ببنوته، وبعد كده ما خلفتش تاني، وعملنا تحاليل وحاجات كتيره، جوزي طلع عنده تشوهات في الحيوانات المنويه. طيب جربنا حاجات كتيره، هل جوزك مدخن؟ هل بيرهق نفسه في الشغل قوي؟ هل في عندنا اي سبب من الاسباب اللي ربما اكيد انتوا سمعتوا عليها بتضعف الحيوانات المنويه؟ يا فندم، هو بيشرب طبعا سجاير كتير جدا، بس تمام. هو دوت ممكن يعني يأثر على حكاية الخلفة. أمال طبعا طبعا. سنه طيب. كم سنة ووزنه قد إيه؟ عنده هو 40 سنة ووزنه 70 كيلو. طيب متشكر قوي يا أمال. شكرا لك يا أمال. تشوهات، بصي بقى الحيوانات المنوية، بقى يا نهاري مشكلة. كل ما هو كيميائي احنا بنشربه طبعا، هو فوق ال 20 سيجارة في اليوم، ديفنتلي لازم يحصل تغيير في شكل الحيوان المنوي. يعني كمية نيكوتين غير طبيعيه. طبعا انت عارفه ان في بعض الناس بتستخدم السجاير كزماره طول ما هو قاعد عمال يزمر، فطب ده خطا تماما. كميه النيكوتين والاطران اللي داخله جسمك وبتاثر على تركيبات الفيتامينز والحيوانات المنويه وكل هذا الكلام في منتهى الخطوره. طيب الراجل الطيب ده يعمل ايه؟ رقم واحد، هتبطل السجاير لو عايز تبقى اب. احنا عندنا مقارنات غريبه جدا. واحد يقول لك انا عايز اخلف وتلاقيه قاعد بكرشه، يا ابني ما تخس. واحد عمال يدخن سجاير وقاعد ويشرب سيجاره وزعلان على نفسه قوي، يا ابني ما تبطل سجاير عشان تخلف. ارهاق وطول الوقت ما بياكلش. واحد طول النهار عمال يلف وقاعد مع اصحابه اخر اليوم على القهوه، يا ابني ما ترتاح. في هناك امور يجب ان احنا نعدلها في عاداتنا اليوميه اذا احنا بنطمح الى ان احنا اتمام عمليه الانجاب. طيب هو هيبطل سجاير وبس زوج مدام امال؟ لا طبعا، لازم ياخد كمان مع السبرم برو. علشان يحصل ايه؟ ايه بقى؟ نعمل اوفر كام او نعدل هذا التشوه الذي حدث في الحيوانات المنويه. وبعد كده ما نرجعش تاني للسجاير. يعني احنا مش طبعا، هي الحالات بتاعت التشوه معظمها الحمد لله بيبقى سهل جدا في العلاج مع السبرم برو، وبيجيب نتائج ممتازه جدا. ليه بقى؟ لان المصنع القصتين لما بتنتج حالات منويه بتنتج اللي بعد كده بينتج بشكل صحي. بشكل صحي مع تغذيه سليمه ومع السبرم برو، او مع التغذيه السليمه اللي احنا هناخدها في السبرم برو، اذا كان من الجينسنج او من السيلينيوم او من الزنك او الفيتامين بي او ال كارنيتين والال ارجينين، وكل دي مكونات في منتهى القوه انها تساعد على انتاج حيوان منوي كامل الصح. طيب بعد ما هياخد السبرم برو وهيقلل شرب السجاير، وهنقلل عدد ساعات السهر في الشغل، هنرتاح وهناخد التغذيه السليمه. هو ده بقى الاجابه بتاعت السؤال اللي احنا كنا لسه بنقوله من شويه صغيرين. انا ليه بقول التغذيه؟ هناخد العناصر دي منين جنب السبرم برو؟ لانك انت لازم تتغذى تغذيه سليمه. يعني انا مش بس هاخد سبرم برو، مش بس هبطل سجاير، لا، واكل كويس واكل اكل صحي، خضروات وفواكه وفيتامينز. خضروات وفواكه وفيتامينز، هنلاقي الفيتامينز دي موجوده في الخضار، هلاقي الفيتامينز دي موجوده في اللحوم الحمراء طبعا اللي مش مدهننه، علشان انا لو اكلت دهون كتير هيحصل لي ترسيب للدهون في الشرايين، وده اللي هيقلل المعدل تدفق الدم في جسمي كله مش بس في الاعضاء التناسليه، وده طبعا اذا حصل ده بيحصل لنا ايه؟ ضعف في عمليه الانتصاب. يبقى رقم واحد هنقلل السجاير، هناخد الزنك والسيلينيوم وفيتامين بي والال ارجينين والال كارنتين والجينسنج اللي موجودين في السبرم برو. انا لسه ما اتكلمتش عن الجينكو بايلوبا وهقوله بعد ما اخلص مدام امال، وهنمشي على الكورس بتاع التغذيه العلاجيه مع السبرم برو. الجينكو بايلوبا بقى يا استاذه نهى، ده من الحاجات السحريه في القضاء على تضخم البروستاتا والتهابات البروستاتا وانتاج حيوانات منويه كامله الصحه. الجينكو بايلوبا ده عشب يا جماعه، يعني مش هنلاقي جينكو بايلوبا عند العطار، ومش هنلاقي جينكو بايلوبا في اللحمه. الجينكو بايلوبا ده لوحده كده عشب، هذا العشب غالي جدا، مفيش قرطاس جينكو بايلوبا، مفيش واحد هيجي يديك قرطاس ويقول لك خد جينكو بايلوبا الصبح معلقه على وبعد كلام فاضي. جينكو بايلوبا عشب غالي التكلفه، طبي وعالي القيمه. هذا العشب اهميته انه بيقضي على التهابات وبيقضي على
تضخم البروستاتا. طبعا البروستاتا اللي هي المخزن الرئيسي لانتاج السائل المنوي. اللي هو لو السائل المنوي صح السليم عشان الحيوانات المنويه تبقى سليمه تمشي في قوافل ونقل. اللي احنا قلنا هو الميديا او الناقل للحيوانات المنويه في من المهبل الى البويض. طيب في حد يسمعني هنا يقول لي طيب انت سبيرم برو في منتجات في مكملات غذائيه كتيره، ايه الفرق بينها وبين حاجات تانية ممكن يبقى ليها اثار جانبيه او ممكن اروح للعطار يعمل لي وصفه سحريه زي ما بيتقال؟ طيب احنا ليه انا عايز اقول ان السبيرم برو حاجه قويه وليه في فرق؟ رقم واحد، اذا احنا بنعالج ضعف الرغبه وضعف الانتصاب فاحنا هناخد حاجات اللي فيها سلدنافيل، والسلدنافيل يا استاذه نهله زي ما احنا عارفين الماده الفعاله دي، ده مش اسم تجاري، دي ماده فعال عشان ما تزعليش مني. نعم. الماده الفعاله السلدنافيل ليها بعض الاثار الجانبيه اللي هي جايز تكون انخفاض الضغط او ارتفاع الضغط بعض الاحيان، مشاكل مع الناس اللي عندهم قلب، مشاكل مع الناس اللي عندهم ضغط، مشاكل مع الناس اللي عندهم سكر. السلدنافيل بعض الاحيان بيزود سرعه ضربات القلب او بيتعب المعده شويتين، نلاحظ ان الناس اللي عندهم مشاكل في المعده ما بيستحملوهوش. طب الكلام ده بيتكرر هنا؟ الحقيقه لا، ده بيبقى موجود في منتجات تانية. تاني اهو الاعراض الجانبيه اللي انا قلتها دي بتبقى موجوده في المنتجات او الادويه، بلاش اقول منتجات لان احنا دلوقتي بنتكلم عن دواء ومكمل غذائي. اوكي تمام. طيب السلدنافيل هو الماده الفعاله الموجوده في بعض العلاجات اللي بتعالج الرغبه وبتعالج ضعف الانتصاب، وهذه المنتجات قد يكون ليها اعراض جانبيه مكتوبه في الليفلت بتاعته، يعني دي حاجه مش سريه يعني دواء اصلا مش بقول اسرار. لا خلاص مكتوب. طيب ليه ده مش موجود بقى في المكملات الغذائيه اللي هي زي السبيرم برو؟ لانه احنا لا نستخدم ماده كيميائيه، هي مجموعه من المكملات الغذائيه المستخلصه من الاكل اللي احنا بناكله بكميات صحيه بتركيبه معينه تؤدي للحصول على النتيجه اللي احنا طالبينها. يبقى انا لما بستخدم مكون كيميائي ربما يكون لي اعراض جانبيه، لكن لما اخد اكل او مواد مستخلصه من الاكل فبالتالي انا بتوقع اعراض جانبيه. مفيش عندي حساسيه من ماده فعاله معينه، مفيش عندي اعراض جانبيه على الضغط، مفيش كيميكال، مفيش مواد كيميائيه، مفيش كيميكلز. احنا بناخد ايه؟ اكل. زي السبيرم برو من اهم المكونات اللي موجوده في غذاء ملكات النحل. هل غذاء ملكات النحل حد خده وقال لك لا والله ده بيعمل لي سرعه في ضربات الكلام فاضي؟ يبقى احنا لما بناخد غذاء ملكات النحل بيزود لنا البروتينات، بيزود لنا الاحماض الامينيه، بيحسن عمليه طبعا التغذيه بتاعت الحيوانات، وبيقلل الشيخوخه وسن الشباب ونضاره الوجه. بما ان حضرتك اكيد بتستخدمي بقى الميك ابس والكريمز اللي عليها الرويال جيلي، طبعا بيقلل الشيخوخه وبيحسن المزاج العام وبيحسن النظر. يعني احنا مش بس مجرد انك انت بتدي حاجه فقط للخصوبه في السبيرم برو، مكمل غذائي عام، فيتامين عام، وبالاخص للناس اللي بتشتكي من مشاكل في الخصوبه. يبقى لما نرجع لبدايه الحلقه نقول انه السبيرم برو وجبه غذائيه كامله للناس اللي اهملت في التغذيه بتاعتها، اذا كانوا هم صغيرين او عشان اتشغل او علشان بيشتغل كتير او لانه كان بيشرب سجاير او لانه اخذ لفتره من الوقت او خلف عنه أو طفل واحد وبعد كده العمليه او خلف طفل واحد وبعد كده حصل له شويه مشاكل. يبقى السبيرم برو هو علاج لكل هذا الكلام، ان كان على مستوى تشوهات الحيوانات المنويه او ضعف لزوجه السائل المنوي او قله السائل المنوي او ضعف في الحيوان المنوي نفسه او ميت او في تشوه. خلاص يبقى كل هذه القصص علاجها في السبيرم برو. طب سريعا كده تقول لي حضرتك، تقول لي 1 2 3 4 المواد اللي احنا قلنا الزنك والمنتج يلا نقول. احنا عندنا عشان بصراحه اساميها صعبه يلا خالص. رقم واحد الزنك. ايوه والزنك من الحاجات المهمه علشان الرغبه الجنسيه وتغذيه الحيوانات المنويه. رقم 2 احنا عندنا السيلينيوم، وده من مضادات الأكسدة المهمة علشان خاطر تغذية الحيوانات المنوية والسائل المنوي وبالتالي الجسم كله بالمرة، وحلو للشعر وحلو للبشرة ممتاز. رقم 3 الأرجينين، وده المهم جدا لزيادة الدورة الدموية في الأعضاء التناسلية وفي العضلات بتاعت الجسم عموما. رقم 4 الكارنتين، وده اللي بيحول الدهون بتاعتنا لطاقة بتروح بعد كده بروتينات إلى البروستاتا فبالتالي تغذية الحيوانات المنوية جيدة. رقم 5 فيتامين بي 12، وده اللي مغذي عام للعضلات وبالتالي كمان العضلات الرخوه بتاعت العضو التناسلي. رقم 6 الجنسنج،
وده مهم جدا. واحنا قارنا بينه وبين المنشطات وقلنا ان هو في ابحاث علميه اتعملت جديده قالت ان ده احسن من المنشطات المعروفه خصوصا منشطات السلدنافيل. اخيرا الجينكو بايلوبا، وده مخصوص علشان الناس اللي عندها مشاكل بروستاتا اذا كان التهاب او تضخم، وده بيحسن عمليه تغذيه الحيوانات المنويه. وغذاء ملكات النحل، غذاء ملكات النحل ده السحر، ده الاساس. ده الاساس. طيب احنا قلنا طيب اللي بيسمعني كده يقول لي طب الشعب المصري يعني ربنا يشفي رب الجميع، يا اما عنده ضغط يا اما عنده سكر يا اما امراض معينه، طب انا هاخد المنتج ده والمكمل الغذائي ده وانا لسه سني صغير بس للاسف عندي هذه الامراض لسبب وراثي او سبب اخر، مش لازم أو كلها او السمنه حد منها طبعا، هل المنتج له اثار جانبيه بالذات مثلا مرضى السمنه السكر؟ السمنه مرض وحضرتك اكتر مني بتتكلم في الموضوع ده، السكر والضغط. السمنه مش مجرد مرض، السمنه هو مرض وبيطلع منه 52 مرض، يعني انا مش عايز بس ما تحدفنيش ناحيه السمنه عشان لا لينا حلقات ثانيه ان شاء الله في الموضوع ده. طيب السمنه من الحاجات المهمه جدا اللي بتؤدي الى ضعف انتاج الحيوانات المنويه، وانا عندي اكتر من شاب يمكن ربنا يشفي الجميع بسبب السمنه حصل لهم مشاكل في انتاج الحيوانات المنويه وقله في عدد الحيوانات المنويه، لانه البروستاتا نفسها بتتكسي دهون، بيحصل التهابات في البروستاتا، الناس اللي بتاكل املاح عمال على بطاله يا جماعه بيحصل ارتفاع في حامضيه السائل المنوي، فالسائل المنوي بيموت. لازم السائل المنوي ده يبقى متعادل، لا هو حامضي ولا هو قلوي. السائل المنوي لازم تكون التغذيه بتاعتك كويسه، ما تقعدش حضرتك طول اليوم عمال تضرب كريب وعمال تضرب بيتزا وتقول والله ده انا النهارده اكلت 2 كريب وفرحان قوي. الكريب ده كارثه، بيتخن جدا، فاذا تخنك وما فيهوش العناصر الغذائيه، انا ما قلتش ولا عنصر غذائي من الحاجات اللي فيها الحاجات الصحيه زي الموجوده، اذا كان الزنك ولا السيلينيوم ولا فيتامين بي ولا ال ارجينين ولا ال كارنتين ولا غذاء ملكات النحل ولا فيتامين بي، هل فيهم حاجه في الكريب؟ الحقيقه لا. ولا في البيتزا، ولا في البيتزا، بس في السبيرم برو، بس في السبيرم برو طبعا. يبقى كل المكونات اللي موجوده دي مش موجوده في التيكاوي يا جماعه، والتيكاوي هو اللي بيتخن. يا ريت الناس بتوع السمنه تنتبه لوزنك وتنتبه لصحتك العامه قبل ما انك انت تيجي في مرحله تشعر بالندم انك انت كنت عمال تاكل عمال على بطال وفضلت كرشك على صحتك. يعني يعمل دايت ونظام غذائي مع المنتج اذا حصلت المشكله، لازم يكون مع المنتج. ما احنا هنعالج القديم بايه؟ لا، ومع دايت ونظام غذائي عشان ممكن يقول لك انا هاخد المنتج وانا هفضل زي ما انا. لا 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 لا، مفيش الكلام ده، مفيش صح يا جماعه في الموضوع. الموضوع هاخد المنتج علشان احسن المشكله، اعالج المشكله، لكن في نفس الوقت انت لازم تخدم نفسك وتبطل العمايل اللي مش اللي هي بتزود لك كميه الدهون. مفيش اي سحر، السحر انك انت بتتغذى كويس وبتاخد علاج كويس، فبالتالي بتحصل على نتيجه جيده. حضرتك قررت تستمر في البيتزا مع السبرم برو بدل ما تتعالج في 6 اشهر تتعالج في 6 سنين مثلا، صح؟ طبعا ده رقم يعني تقدير جزء حاجه كده يعني. طيب السكر اذا احنا زودنا في كميه النشويات، اذا ما اهتمناش بان احنا نعالج السكر في بدايته، الحقيقه بعد شويه بيحصل لنا بعض الاعراض الناتجه عن التهابات الاعصاب الطرفيه، زي الناس بتوع السكر تلاقيهم ضعف احساسهم بالحراره او احساسهم بدرجه البروده اقل من الطبيعي، تلاقي كانه بيسموه جلاف سيندروم، الراجل ده كانه لابس جوانتي، الاحساس بتاعه في الاطراف مش قد كده، يعني حضرتك ممكن تحس ان حد لمسك، اللي عنده السكر ما بيبقاش حاسس باللمسه بنفس القوه اللي حضرتك حاسه بيها، نفس الطريقه في القدمين، نفس الطريقه في الاعضاء التناسليه، فبيحصل لنا ضعف في الانتصاب وبالتالي ضعف في الرغبه. لازم تظبط سكرك، طبعا احنا هنعالج الموضوع مع السبرم برو، مفيش مشاكل. اذا كان ضعف تغذية الحيوانات المنوية، اذا كان ضعف الانتصاب، اذا كان ان الحيوانات المنوية نفسها مشوهة نتيجة الاصابة بالسكر لفترة طويلة وعندنا كان مشاكل مزمنة، ولكن في نفس اللحظة اللي انت بتعالج فيها الكلام ده لازم تظبط سكرك، ولا العلاج هياخد فترة اطول. الناس اللي بيبقى عندها جرح وهم مرضى سكر نقول له ايه؟ لو ما ظبطتش سكرك هيفضل الجرح مفتوح فتره طويله، مش كده؟ ليه؟ لان التكوين بتاع الكولاجين واعاده الخلايا المتجدده، خدي بالك انا ليه دايما بقول انه الحاجات دي حلوه للشعر وحلوه للبشره وحلوه للحيوانات المنويه، ايه الرابط بين الثلاثه؟ دي كلها خلايا متجدده. البشره بتجدد نفسها، الشعر بيجدد نفسه. اسمع ما تبصليش عشان انا شعري خفيف، انا شعري ما جددش نفسه. البشره، الشعر بيجددوا نفسهم، وفي نفس الوقت الحيوانات المنويه ده مصنع متجدد، كل يوم بيخرج لك بضاعه، كل يوم بيطلع لك منتج، يبقى الحاجات المتجدده اللي بتحتاج فيها امل فيها امل. لكن
اذا احنا قررنا انه امشي على نفس الستايل او نفس العادات الغذائيه الغير صحيه، احنا متوقعين تحسن، النتيجه تبقى مختلفه؟ لا، النتيجه تبقى هي هي. لكن مع مع السبرم برو انت عايز تخف وكل حاجه، بس لازم تظبط سكرك. مع السبرم برو انا عايز اخف، بس لازم حضرتك تقلل الاملاح علشان نعدل الحامضيه بتاعه السائل المنوي. مع السبرم برو انا عايز اخس، ماشي اخف مفيش مشكله، بس لازم تخفض وزنك. ما تاكل اكل صحي. مع السبرم برو انا عايز اخف وماله، بس لازم لو سمحت اظبط الضغط مثلا، اظبط ضغطي، اقلل الارهاق، عدد ساعات العمل، اخف سجاير. يبقى انا باخد السبب اللي احنا بنتمسك بالاسباب زي السبرم برو، وفي نفس الوقت بعدل اسلوب الحياه الغير صحي اللي وصلني الى هذه النتيجه الغير سليمه. كده من كلام حضرتك في عادات بقى غذائيه يعني سيئه جدا بنعملها بتؤدي تحديدا بقى لضعف الخصوبه وتاثير على الحيوانات المنويه، اللي طبعا هنعالجها ان شاء الله بالسبرم برو. بس لو حد بيسمعنا بيعمل عادات سيئه كغذائيه او في اسلوب حياته، ده بيؤدي لضعف الخصوبه وضعف الحيوانات يعني المنويه. الناس اللي بتيجي تقول لك ايه، انا مش عايز اكل سمك، انا ما بحبش السمك ده والله يا دكتور، ما ده غلط، لان السمك فيه اوميجا 3، وزي ما قلنا من شويه كده السمك موجود فيه سيلينيوم، السمك موجود فيه زنك، الحاجات دي مهمه جدا. هي موجوده في السبرم برو، بس انت كمان لازم تعدل اسلوب التغذيه. اقول تساعد بقى... تساعد تساعد ما هو لازم، ما هو اذا احنا ما عدلناش اسلوب التغذيه احنا هنعالج المشكله، ولكن اذا استمر المسبب. يعني زي كده لما حد، انا عايز ادي تشبيه قريب، يعني اذا حصل انه في قفله، اذا استمر الجهاز اللي فيه مشكله واصل للكهرباء، احنا متوقعين ان القفله تتحلق شغل كهربائي. لا بس هي النقطه ان المنتج، في ناس حد يقول لك ايه، بس انت ممكن المنتج يبقى فيه مستخلص، المواد الفعاله او المواد اللي تبقى موجوده فيه طبعا طبيعيه، ممكن انت ما تقعدش هتاكل كل يوم سمك، بس ده هيديك حل؟ لا 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 لا، انا مش بقول كده، لكن اقصد اقول ايه، لازم ان احنا نرجع للمصادر التغذيه الطبيعيه. اكل سمك، اكل لحمه، مفيش، تسمعي ناس كتير تقول لك لا والله انا ما بحبش اللحوم، تاكل خضار، تسمعي ناس كتير تقول لك انا ما بحبش الخضار، لازم نشرب لبن، في ناس كتير تقول لك انا ما بحبش اللبن. حقيقة. طيب اذا احنا افتقدنا لاحد هذه المصادر الطبيعيه للغذاء ورحنا للبيتزا ورحنا لي انا مش بقول ما تاكلش بيتزا، بس ما تخليهاش، ما تعتمدش عليها كمصدر رئيسي في تغذيتك. انا ما بقولش ما تاكلش كريب، بس ما يكونش ده المصدر الرئيسي للتغذيه. ما بقولش ما ناكلش حلويات، بسبوسه وكنافه وكلام من ده. كل بس يعني لو سمحت، لو لاحظت ان وزنك عمال يكبر سيب بقى البسبوسه وروح للفواكه، لان انت ما بتضرش نفسك، بس انت لما هتيجي تتجوز مش هتعرف تخلف. ولو اتجوزت واستمريت على هذا الكلام هتبقى عمليه الانجاب صعبه. طب اذا انجبت، علشان في ناس تقول لك طب ما خلاص ما انا جبت اطفال، انا يعني مش عارف. لا بقى انا اضرب براحتي بسبوسه. طب والانتصاب، العلاقه الحميمه هيبقى فيها مشكله، خلاص يبقى مشاكل اسريه ممكن تؤدي للطلاق. ده اللي بيحصل، هو ضغوط نفسيه بين الزوجين. دي حقيقه. صحيح. واعتقد انه انا قريت احد الاحصاءات بتاعت السنه اللي فاتت، كميه الانفصال في العلاقات بقى على تعدد الاسباب، واكيد ده سبب منها الحاله النفسيه والاكتئابات والخلافات الزوجيه بسبب العلاقه بتبقى مش منتظمه او هي فيها مشاكل. صحيح. نظام غذاء مختلف، ممكن بيعتمدوا على ادويه او مش ادويه، نقول وصفات غير سليمه، غير سليمه. ممكن يكون التغذيه، ممكن حد يقول لك اسهل له ان هو ياخد مكمل غذائي فيه العناصر احسن ما يقول لك انا لسه هاكل، بس ممكن المكمل الغذائي يوفر له ويسهل له ويساعده. فده اللي بنحاول نعمله من خلال الممكن يساعده. لا لا انا تهت، يعني دلوقتي احنا خلاص خلصنا الجزء بتاع هم ليه حصلت الانفصال. المنتج اللي فيه مكمل غذائي ده احنا بنعتبره وجبه. بالظبط، وجبه بناخدها مره كل 12 ساعه. الكورس بقى، الكورس العلاج، الكورس او لو نقول عليه علاج، نقول كورس العلاج. طبعا علاج. هو مش معنى ان هو فيتامين انه مش علاج. هو علاج، هو علاج لمجموعه ضخمه من المشاكل. مجموعه ضخمه من المشاكل اللي بتؤثر على الخصوبه وعلى الصحه العامه. هذا العلاج احنا بناخده مره كل 12 ساعه، مره الصبح ومره بالليل. هذا العلاج بيستمر لعدد من الشهور، بنراقب التحسن بالتحاليل مع دكتور الذكوره بتاعنا، بيشوف والله العدد بيرتفع كل فتره في الاستشاره بتاعته، بيشوف عدد الحيوانات المنويه زاد قد ايه وحصل زياده تحسن في العمليه قد ايه. طبعا كلما كان زي مثلا الحاله اللي اتصلت بينا عندها 2 مليون، احنا متوقعين انها تاخد شويه وقت.
اللي عنده تشوه مش هيبقى وقت طويل قوي اذا بطلنا السجاير واهتمينا بالصحه العامه واهتمينا بالتغذيه. واحنا قلنا ان ده يعتبر هيحل لنا مشاكل التغذيه اللي عدت، هيحل لنا مشاكل التشوه اللي عدت، لكن لتر بعدين احنا لازم يكون عندنا القدره على استبدال العادات السيئه ان كانت السمنه ولا الضغط ولا القلب ولا الدهون ولا 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 بالحاجات يعني الصحيه. دي مجمل العادات الغذائيه اللي احنا بنعمله، التدخين، ما بناكلش اكل سليم، والاستخدام العشوائي للادويه. الناس اللي بتستخدم الادويه كبونبون. طبعا. طبعا ما تاخدش علاج طول الوقت الا اذا كان تحت باشراف طبيب. طبعا في ناس بيبقى عندها مشاكل مزمنه مضطره ان هي تاخد العلاجات بانتظام ولفترات طويله، زي مثلا مشاكل الغده الدرقيه او مثلا مشاكل. هؤلاء الناس انا مقدر هم دول مظلومين الحقيقه، لانه انتوا عندكم مشكله. السبيرم برو بقى هيساعد الناس دي ليه؟ لان هم كان عندهم مشاكل واضطروا ياخدوا علاج لفترات طويله، اذا كان بقى حصل تشوهات او ضعف في انتاج الحيوانات المنويه او قله في عدد الحيوانات المنويه، هم غصب عنهم، فبالتالي السبيرم برو هيصلح اللي حصل قبل كده. ويمكن الاستمرار على السبيرم برو كمالتي فيتامين مش علاج لفتره محدوده. يعني انا عايز اقول ان السبيرم برو ما هواش زي ما احنا اتفقنا كده علاج لمشكله فقط، لا ده هيحسن لك حالتك العامه، هيحسن لك عمليه الرغبه والانتصاب. اذا انا عندي مشاكل كتير قوي اقدر استخدم علشان السبيرم برو طول الوقت. هو عشان هو كمكمل غذائي زي ما حضرتك بتقول، في فيتامين او حاجات وجبه غذائيه ممكن الواحد يكسل، يوم اكل كويس يوم ما اكلش قوي كده اهوت، فممكن ياخدها كتساعد او تحفزه او حاجه زي كده اهو. طيب برضو احنا قلنا عادات غذائيه، في امراض من اللي بيسمعنا كده يعرف ان هو المرض اللي هو عنده ده عشان يعالجه بيأثر على الخصوبه وعلى ضعف الحيوانات المنويه وعلى الانتاج؟ ما فيش حاجه ما بتأثر. مفيش، ده حتى قلة النشاط، الناس اللي بتبقى قاعدة طول اليوم تقول لك انا ماليش مزاج انزل، بيأثر. لأن النشاط، قلة النشاط بتقلل الحركة فبتقلل الدورة الدموية، فبتقلل الحقيقة بتأدي إلى ضعف في إنتاج الحيوانات المنوية. يعني كل شيء بيؤثر، مفيش حاجة لا تؤثر. لكن احنا بقى ما بنتكلمش انت عايز تتكلميني عن التفادي ان ده يحصل من البداية، هتغذى كويس، هتحرك كويس، هحسن حالتي النفسية، ولكن لا يوجد مرض بعينه يؤثر. لكن كل المشاكل اللي ممكن لغايه التلوث بتاع الهواء، واحد بيشتغل في مصنع، مهندس في مصنع، وطول النهار بيتعرض لمجموعه مواد كيماويه، واحد بيشتغل سواق طول النهار ماشي في الشارع وبيشم عادم السيارات وبيتعرض لدرجه حراره عاليه جدا، فزي اليومين دول كده الراجل ده احنا متوقعين ان تكون صحه الحيوانات المنويه عنده كويسه؟ لا طبعا. واحد قله الحركه والقعده زي ما تقول، قاعد على الكمبيوتر شغلته واللابتوب عليه ولابتوب، هل ده ما يحصلوش صحه الحيوانات المنويه بتتاثر؟ واحد لكن احنا عندنا امراض صريحه كده اللي هي الامراض المزمنه، دي بتاثر. واحنا ممكن نتكلم عن احنا هنعالج المشكله ونحاول نبقى اصحاب المرض المزمن، لكن ما يؤثر كل ما هو خطأ في عاداتنا اليومية هو مؤثر على صحة الحيوانات المنوية. عشان كده كلنا بنغلط يا دكتور، كلنا كده بنظر، كلنا كده بقى عادات، كلنا احنا بنقول كل كده بقى يستخدم السبيرم برو وارد كوقاية او حتى كوقاية كعلاج كمالتي فيتامين. يبقى هو 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 ريكومندد، او احنا بنقول لو سمحت لو انت تعاني من هذه المشكلة خد السبيرم برو، ولكن انت تقدر تستخدمه حتى كوقايه لانه فيتامين ما فيهوش مشكله. يعني ما انتش ده مش علاج لهذا فقط، لا ده هيحسن حالتك النفسيه، هيقلل الارهاق، هيحسن صحتك العامه، هيحسن الرغبه، يزيد الرغبه. واحنا من شويه كنا بنقول حلو للبشره، يعني لكل ما هو متجدد، لكل صحتك النفسيه، لصحتك العقليه، للتركيز. يعني احنا كلنا بنيجي ناخد الرويال جيلي او غذاء ملكات النحل في مرحله من المراحل عشان الاجهاد، كلنا بناخد الزنك، والفتره اللي فاتت يمكن علشان المناعه ناس كتير قوي كانت مقبله على الفيتامين سي على الزنك والفيتامين سي وفيتامين دي. احنا عندنا هنا الزنك وبيرفع المناعه، بيحسن الضوافر، بيحسن العينين والابصار. يبقى اذا احنا بناخد وجبه غذائيه متكامله، مش ليست فقط للمريض ولكن لكل لصحه الرجل عموما. هي تحديدا للرجل. طيب احنا ناقص لنا 5 دقائق او اقل، وانا دلوقتي حد لسه بفتح التلفزيون وما شفتش الحلقه من اولها ولقيت السبيرم برو وحضرتك طبعا الحماسه ما شاء الله والمعلومات القيمه اللي قلتها، بس هو ما لحقش يسمعها او يسمعها في الاخر. انا في ال5 دقائق ديت هقول له انت بتنصحني استخدم السبيرم برو كمنتج للرجال طبعا. الحلقه في 5 دقائق بقى عشان لو اللي ما شفناش دلوقتي يقول لي يعني ال5 دقائق دي حلو.
في الخمس دقايق خلينا نقول انه احنا عندنا مشكله بيشتكي منها مجموعه كبيره من الشباب اليومين دول، نتيجه ان في مجموعه من العوامل اللي بنتعرض لها زي الارهاق، زي التدخين، زي تناول الغير رشيد للادويه، زي ان احنا في ناس بتاخد كحوليات، في ناس بتاخد مخدرات، في ناس بتجهد نفسها زياده عن اللزوم في الشغل، في ناس تغذيتها مش مظبوطه، بيؤدي الى ضعف في انتاج الحيوانات المنويه، ربما يكون ضعف او قله حركه او تشوه او انعدام في الحيوانات المنويه. الناس دي احنا بننصحهم ان هم ياخدوا منتج السبيرم برو، لان السبيرم برو بيحتوي على الزنك والسيلينيوم وفيتامين بي والال ارجينين والال كارنيتين والجينكو بايلوبا والجينسنج، ودول هيشتغلوا على شويه حاجات مهمه في صحتك العامه. هنلاقي الصحه العامه اتحسنت، قوه الابصار، الخلايا المتجدده للشعر، الخلايا المتجدده للبشره هيحسن لنا، الحيوانات المنويه، عدد الحيوانات المنويه ولزوجه السائل المنوي يقلل من كميه التشوهات. هو مش لازم على فكره كل الناس عندها تشوهات، بس هو اللي بيفرق عندنا المقارنه ما بين الصحي والمشوه، نسبتهم قد نسبتهم قد ايه لو نسبه بعض. ضعيفه لو نسبه ضعيفه للمشوه بيبقى عمليه الانجاب سهله. ما تزيدش، قول لي معلوماتي صح ولا غلط، ما تزيدش عن 20%. مظبوط يا فندم، اي وان هايله اكسلنت. يبقى بيعالج التشوهات وفي نفس الوقت بيحسن الرغبه وبيحسن الحاله الصحيه والحاله المزاجيه وبيزود عمليات الانتصاب، خصوصا عند الناس اللي بيعانوا من مشاكل مزمنه زي السكر، زي السمنه، زي الضغط، زي امراض القلب. ليس له اي تداخلات دوائيه وليس له اي اعراض جانبيه ولا يؤثر على الحاله العامه. قلنا ان احنا هناخد السبيرم برو، لو سمحت عدل حياتك اليوميه، هنحسن العادات الغذائيه بتاعتنا، هنروح اكتر للمنتجات الطبيعية زي اللحوم والخضار والألبان والفواكه والمكسرات، لأن المكسرات من الحاجات اللي فيها، أنا نسيت أحكي لك إن فيها زيوت مهمة جدا للصحة العامة. علشان تلم كل الكلام ده أنت محتاج تروح تشتري شوية مكسرات وقسط لبن كبير وبقرة فيها، تاخد اللبن الأول وبعدين تاكل اللحم، عشان تطلع كل الكلام ده. في أعشاب مش موجودة في مصر أصلا، وطبعا في الجينسنج وفي الجينكو بايلوبا اللي هم المصدر الرئيسي بتاعهم جنوب شرق آسيا إذا كانت كوريا أو الصين. وبالتالي احنا عندنا اسره متكامله بيجوا مع بعضهم علشان يحسنوا الصحه العامه للرجل. بشكل حاجة؟ لا ما اظنش دكتور، ما شاء الله عليك، وبشكل ما يكونش فيه، بشكل تحت اشراف طبي، وبشكل بيكون تحت اشراف طبي مرخص مصرح به من وزاره الصحه، وبشكل نقي، وبشكل طبعا الحاجات الطبيه دي نقدر نعتبره مالتي فيتامين ومكمل غذائي عام للصحه بتاعتك، لتنوع مصادر الغذاء فيه. يا دكتور شكرا لحضرتك، حاسب بالوقت. لا يا فندم، الحلقه معاكي ممتعه طبعا مع جمهورنا وقناتنا الجميله. شكرا لك يا دكتور، وان شاء الله باذن الله يكون اعزائي المشاهدين استفادوا فعلا على مدار الحلقه دي والمعلومات القيمه اللي حضرتك قلتها عن المنتج او في شكل التغذيه بشكل عام، لان حياتنا فعلا محتاجين ان احنا نغير فيها. يعني ممكن يكون الحلقه دي جزء حد بيعمل حاجه غلط يبدا يعدلها وياخد فيتامين او حاجات زي سبيرم برو او منتجات تانية تساعده تحسن الصحة العامة. دي حاجه مهمه جدا، يعني يا ريت كل واحد يحسن صحته العامه ويحسن مزاجه كمان. مش لازم نستخدمه عند حدوث المشكله، ممكن ناخده كوقايه او كمكمل غذائي. كلنا حتى لو شاب ممكن يشوفنا ما عندوش اي مرض من الامراض او سمنه او سوء تغذيه او حاجه، ياخد الجرعه اللي قلنا حضرتك حبيتين في اليوم، قرص كل 12 ساعه، قرص كل 12 ساعه الصبح بالليل كفيتامين عادي، ويبقى اسلوب حياه. اللي هو بقى اسلوب حياته واعتمد عليه هيحس تقريبا تحسين مزاجه وتحسين صحته بشكل. دكتور احمد ماشي على استشاري التغذيه العلاجيه والمستشار الطبي والعلمي لمؤسسه الصبا والجمال، شكرا لحضرتك شرفتنا، واحب اسجل اعجابي الصبا والجمال، فهي دي يعني كفايه من عنوانها، وحضرتك مستشارها العلمي فاكيد مؤسسه مرموقه محترمه. شكرا لحضرتك، نورتنا وشرفتنا. اعزائي المشاهدين، زي ما قلت في بدايه الحلقه، انا ممكن تبقى المشكله احنا شايفينها انها معقده، بس الحل يكون بسيط وسهل. الحل بيبدا مننا، بيبدا باسلوب حياتنا زي ما بتقلب اللايف ستايل، بيبدا ان هو منتج او مكمل غذائي زي سبيرمو برو مسجل في وزاره الصحه وتحت اشراف طبي، وفي المنتج وفي المكونات اللي ممكن بناكلها في اكلنا، وممكن مش كل يوم ناكلها، وفي اعشاب ممكن ما ينفعش نحصل عليها مش بشكل سهل. ممكن منتج زي ده يحسن لنا صحتنا العامه، يحسن لنا مزاجنا، يحسن في لو الراجل عنده او مشكله في الخصوبه طبعا تدريجيا، وفي بيترتب عليه بقى تاخر انجاب او ضعف الرغبه، يعني مشاكل زي حاجات زي كده ممكن نحلها بحلول سهله من خلال سبيرمو برو، من خلال منتجنا. اعزائي المشاهدين، كلام في الطب خلص، لكن إن شاء الله تشوفوني في حلقة تانية معاكم بإذن الله. شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.